السلام عليكم، معكم الشيف أم مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة تحضير الجبن باللبن بدون أن نستعمل منفحة أو خل. راح أحضر هذا الجبن بإضافة اللبن إلى أو الروبة. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 2 لتر حليب، يعني 8 كواب حليب، شوية يكون دسم، هذا من 3% إلى 4% نسبة الدهن مالته. خليته على النار. هنا عندي 2 كوب لبن رائب، يعني روبة، وضفت لها 1 ملعقة شاي ملح، وممكن تضيفون اكثر حسب الرغبة. انا ما ردت يكون مالح، ردت يكون شوية بي يعني ماسخ، ما بي ملح، فضفت له قليل. ممكن تضيفون اكثر، نص ملعقة اكل ممكن تضيفون. من بعد ما بدأ يغلي الحليب، لازم يغلي، يبدي يقلب، يعني يغلي فور، ضفت له هذا اللبن اللي انا حضرته بالبداية ويا الملح، وبقيت هنا حركة حتى ليتشع وبدأ يتكتل عندي مثل ما تشوفوه. هسه راح تشوفوه، أنا هنا خليت هاي اللقطة شوية تطول حتى يبين عندكم من يجمد هنا مثل ما تشوفوه. هنا دا يجمد الجبن، هنا يتكتل مثل ما تشوفوه، وغطيته. بعدين طفيت النار وغطيته تقريبا 10 دقائق، وبعدين شوف شلون صار. هنا انفصل الجبن عن المي اللي بيه، يعني المي مال الحليب اللي يبقى. وهنا انا حضرت فوطة نظيفة، تكون جديدة او نظيفة يعني معقمة. هنا خليتها بهاي الطاسة، وراح اصب هذا الجبن اللي صار عندي، اصبه هنا، وراح اتركه الى ان ينزل المي مالته، يعني اشيله بهالصورة، وبعدين اخليه بمصفي واخلي عليه ثقل، واتركه الى ان يتماسك ويصير عندي جبن. وهسه راح تشوفوه. خليت عليه هنا انا الهاون، يعني خليته بمصفي وخليت جوا طاسة وخليت عليه الهاون، وتركته لمدة تقريبا 5 ساعات. ممكن تخلوه بالثلاجة الى ان يتماسك، بس انا خليته برا جونا بارد، يعني بالمطبخ على الكاونتر تركته، وصار بهالصورة. يعني من الصبح انا حضرته، بالليل كمل. وهنا مثل ما تشوفوه متماسك وهش، ومثل ما تشوفون دا اقطعه شكله كلش حلو وطعمه طيب. وهنا شكله من بعد ما قطعته، جربوه ان شاء الله يعجبكم، والف عافيه.